مرحبا شباب، بدي اخذ من وقتكم دقيقة لنحكي عن موقع الشركة اللي بتبيع فيه العملات الخاصة باللعبة. من هون فيك تشتري اي شيء من الدي جيم للموموريوم حتى البريميوم، المفاتيح الجولد الفضة والبلاتينيوم حتى. وفي كمان عروض مجانية بتنزل مثل ما لكم شايفين، في عملة 100 ايثيريوم هي بشكل يومي عم بيعرضوها هلا لفترة محدودة، وفي عروض حصرية بيجي فيها دبل الكمية مثل هي. اذا حبيتوا تشتروا من الموقع لا تنسوا تستعملوا الكود الخاص فيني تدعموني عن طريق انكم تدخلوا على support your creator، بتحطوا الاي دي تبعي اللي هو بلاك ايجل بالخانة هون، وبتعطوه كونتينيو، بتترك اسمك هون ومسج الي اذا حابب. مالك حابب فيك تعمل كونتينيو بدون شي، وبتحط الاي دي، بتختار المنصة تبعك اندرويد اي او اس او ستيم، بتحط اي دي تبعك باللعبة اللي موضح هون بالصورة، بتحطه هون وبتكمل الشراء وبيصلوك على حسابك مباشرة. بس كان هذا كل شي، يعطيكم الف عافية. يسعد اوقاتكم يا شباب، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو راح اشرح فيه المهمات اللي هي تبع الورم. كثير من الشباب عم بيسالوني عنها اللي هي الورم. ورم هي المهمات تبعها، في عالم عم بيعرفوهم في عالم ما عم بيعرفوهم، فقلت خليني اعمل لكم فيديو هيك سريع صغير لاشرح لكم فيها المهمات. بس قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لايك للفيديو وتشيروه لرفقاتكم ليستفيدوا منه، ويلا خلونا نبلش. خلونا نبلش فيهم من البداية واحدة واحدة مشان الشباب اللي مو عرفانين يبلشوا فيهم يعرفوا. أول مهمة عنا ياها رقم واحد اللي هي win 5 battle، بدك تفوز بخمس معارك، مو شرط متتاليين، خمس معارك وتفوزهم بتخلص. اللي بعد منها capture beacon، بدك تسيطر على منارات 30 منارة. رقم ثلاثة عندك generate honor point in any category، بدك تحصل نقاط الاونر اللي او نقاط الشرف اللي بتاخدها باخر كل معركة، بدك 40,000. المحرر او المهمة الرابعة become a living legend for multi kill. هي في كذا واحد من الشباب ما بيعرفوا يسألوها، وفي واحد منهم سألني اياها على البث مبارح. بدك تجيب 7 كلات افا بعض متتاليين بروبوت واحد لحتى يطلع لك على الكلمة اللي بيحكيها تبع دبل كيل ترابل كيل رامبيج، لحتى اخر شيء يقول لك ليفينج ليجند. لما يطلع لك كلمة ليفينج ليجند بتحسب لك وحدة بنفس المعركة. اذا طلعت اكثر من مرة، اذا كملت بالروبوت قتلات اكثر من 7 8 9، بضل بيقول لك ليفينج ليجند ليفينج ليجند. على كل مرة حيقول لك فيها ليفينج ليجند حتاخذ نقطة، فبدك تجيبها 5 مرات. الخامسة عندنا ديل دامج تو انمي روبوت يوزنج دي اس سي روبوت، معناها انه بدك تستعمل روبوتات الدي اس سي اللي من شركة الدي اس سي لتجيب دمج قيمته 8 مليون. طبعا لتعرفوا اللي ما بيعرف كيف يعرف شو الروبوت شو الفصيل تبعه، بس تفوت على الروبوت صار بيكتب لك اياه هون فوق الصحة تبعه، هذا ايفو لايف مثلا، هذا سبيس تيك، هذا دي اس سي، كل واحد له الفصيل التابع له. هذا ايكاروس، في عندنا 5 فصائل اللي هن مثل ما ذكرنا هون الايكاروس اللي ايفو لايف السبيس تيك والدي اس سي وفي الياندي. كل شيء المهمات حنحكيها بتنطبق على الروبوتات والتايتن. خلص قال لك جيب ايكاروس، معناتها ما بيهم تايتن روبوت، اذا مو محدد معناتها ما بيأثر، فيك تجيبه بهاد او بهاد. يعني مثل مهمتنا هون اللي هي رقم 5، بدك تجيب بالدي اس سي بغض النظر تايتن روبوت مو محدد له. هو هاي الروبوت بس بيشتغل غالبا مع التايتنز اغلب المهمات. السادسة عنا عم بيقول لك ديل دامج تو انمي يوزنج ياندي روبوت، هون بدك من فصيل الياندي كمان 8 مليون. اللي بعد منها انتربت ذا سينجل اوف بايلوت سبيس تيك روبوت اند ديل دامج تو يور اوبوننت، هون بدك بايلوت سبيس تيك روبوت، بدك تستعمل روبوتات سبيس تيك وتجيب فيها 8 مليون. هون الايكاروس نفس الشيء، وهون الايفو لايف، يعني حاطط لك كل الروبوتات، بتبلش فصيل الدي اس سي، الياندي، السبيس تيك، الايكاروس، بعدين الايفو لايف، كل واحدة فيهم بده 8 مليون دمج فيها. اللي بعد منها ديل 8 مليون دمج ويز كنيك ووبون،
شو هي الكيني كوبون؟ الكيني كوبون بتفوت على السلاح نفسه. خليني فوت على سلاح فيه كنيك. كل الأسلحة ما فيها. أي سلاح هتشوف فيه هي العلامة، خليني أوريكم إياها هيك بالتفصيل. فتنا شايفين هي العلامة، 3 رصاصات المتوازية، مو اللي لفوق، مو هي اللي متوازية، شايفين مكتوب عليها كنيك. فأي سلاح فيه هي العلامة 3 رصاصات بشكل مستقيم هذا بيعتبر سلاح كنيك. فهي المطلوبة بالمهمة ما بعرف قديش هذا رقمها، اللي هي 10، اللي هي الكينيك ويبون. تمام، اللي بعد منها ديبلوي تايتن 10 مرات، يعني بدك تنزل التايتن 10 مرات ب10 معارك. طبعا اللي بعد منها كابتشر بيكون سيطر على منارات 50 منارة. اللي بعد منها ديستروي 50 انمي، يعني تدمر 50 عدو بغض النظر شو هن. اللي بعد منها رقم 14 تعمل 10 مليون دمج with energy weapon. energy weapon كمان نرجع، خلينا نحكي اي سلاح بلازما، اي سلاح بلازما حيكون مكتوب عليه energy weapon. بتلاقوها السونيك يمكن ما يعتبره energy. مثلا خلينا ناخد الهوسار، اي سلاح عليه علامة هذا الشوك او الصاعقة يعتبر energy. فبس شفت علامة الصاعقة معناتها هذا السلاح بيمشي لك هي المهمة. تمام، فهي للمهمة رقم قديش 20. نرجع نشوف الانرجي ووبون، انرجي ووبون رقم 14. ال 15 عندنا ديستروي 5 روبوت ان سينجل باتل اند بيكم ان ذا فيرست تو ثيرد بليس، يعني بدك تدمر 5 روبوتات وتكون من الثلاثة الأوائل بهي المعركة، بأربع معارك بدك تكونها. رقم 16 تعمل قديش هدول 10 مليون، 10 مليون دمج بالروكت لانشر. كمان في عنا اسلحة نوعيتها روكت، خليني ورجيكم اسلحة الروكت. مثل مثلا خليني شوف شو في عنا، عنا هدول الجليديات اسلحة روكت، شايفين هاي العلامة اكسبلوجيف، اي اي علامة بتشوف فيها هاي الاكسبلوجيف معناتها فيها روكت. تمام، علامة الصاروخ معناتها روكت. فأي سلاح فيه هاي العلامة بتخلص لك هاي المهمة. نكمل بعد منها كمان، نرجع للمهمات. وصلنا لعند الروكت، وين مهمة الروكت؟ ايوه هاي 10 مليون بالروكت، هاي انرجي ويبون، هي تبع الروكت. تمام، هون ريبير 80,000 او 8 مليون durability to your ally. هي بدك تهيل اصدقائك. كيف بدك تهيل اصدقائك؟ بدك تستعمل روبوت بهيل، مثل الكيبري، مثل المندر، مثل الديميتر، اي روبوت من روبوتات الهيل بيشي حاله معك. المهم انك تهيل اصدقائك. حتى اذا ما عندك روبوتات هيل ممكن تستعمل المذر شيب، اذا عندك مثلا النورث لايت بتهيلك وبتهيل اصدقائك، او اللي قبل منها اللي هي المنتوس. تمام، اما الجداد المزار شيبات الجديدة ما بتهيل الاصدقاء، بتسهيلك الك. فيا اما بده يكون عندك مزار شيب المنتوس، او خليني ورجيكم يا هون المزار شيبات. بده يكون عندك اما هذه المنتوس، تمام المانتوس، او النورث لايت. هدول الثنتين بيهيلوا اصدقائك، او روبوتات اللي بتهيل مثل ما حكيت الخبري، الديميتر، المندر، بهدول الروبوتات فيك تهيل اصدقائك. فهي بالنسبة للمهمة رقم قديش وصلنا، المهمة رقم 17 انك تهيل اصدقائك. المهمة رقم 18 انك تعمل قديش 15 مليون دمج بس بأي شيء، ما بيهم شو الروبوت ولا شو السلاح. اللي بعد منها كابتشر بيكون يوزينج دي اس سي روبوت، بدك تسيطر على منارات بروبوتات الدي اس سي حصرا. تمام، اللي بعد منها بدك تسيطر على مهمات على المهمات، بدك تسيطر على منارات بروبوت الياندي حصرا، كمان 40 منارة، اللي هي تبع اليوم او تبع امبارح يمكن.
بدنا نحرر منارات وليس نسيطر على منارات. لايبريت نحرر منارات باستخدام روبوتات سبيس تيك. التحرير يا شباب اللي هو انك تقلبها من الاحمر الى الابيض، السيطرة انك تساويها زرقاء، ولكن هي بدهم اياك تحرر، يعني بدك تحولها من حمراء لبيضة. ما بيمشي الحال انه تروح عليها بيضة وتحولها لزرقاء، لا، بدك حصرا تحولها من حمراء لبيضة، يعتبر لك اياها وحدة، وبروبوت سبيس تيك حصرا بده يكون تمام. فهي المهمة رقم 21. المهمة اللي بعد منها 22، هي يمكن مهمة اليوم بس انا لسه ما خلصت اللي قبلها. بدك تسيطر على على منارات باستخدام روبوتات الايكاروس. هي سيطرة عادية، يعني تقلبها ازرق بالايكاروس، كمان 40 بيكون او 40 منارة. اللي بعد منها بدك تسيطر على منارات بروبوتات الايفو لايف، نفس الشيء 40 منارة بروبوتات الايفو لايف. اللي بعد منها حيكون انك تعمل دمج 8 مليون او 8 مليون برينج ال 400 او اكثر. عبي لك اتليست 400، يعني بدك 400 او اكثر 8 مليون دمج بهالمدى. يعني اذا بتضرب حدا باقل من 400 ما بينحسب لك، فبدك 8 مليون دمج ب 400 متر او ازود. اللي بعد منها بدك 8 مليون دمج ب 200 متر او اقل، at a range of up to 200 متر، يعني اكثر شيء 200 متر، يعني بدك تساوي هذا 8 مليون دمج باقل من 200 متر تمام. اللي بعد منها عندك capture beacon using jumping or flying robot، يعني بدك تسيطر على منارات بروبوتات عندها خاصية jump او طيران، النط، اما روبوت بيقفز بنط او بيعمل طيران. اللي بعد منها بدك تاخذ نقاط شرف عن طريق انك تعمل دمج 9000 نقطة شرف، بس انك تعمل دمج ما بدها شيء. اللي بعد منها بدك تدمر 60 روبوت للاعداء، كمان ما لها اي شرط. اللي بعد منها بدك تسيطر على 55 منارة، كمان ما لها اي شرط. واخر وحدة انك تفوز بعشر منارات، عفوا بعشر معارك. وبس هيك بتكون خلصنا شرح كل المهمات اللي هي بالورم وورم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وان شاء الله الكل بيحصل البطاقة. اذا بتشد حيلكم فيها بتحصل يعني بطاقة التايتن جيدة، ممكن تربح فيها الماولر، ممكن تربح فيها البارسيجلير، حاليا اثنيناتهم موجودين. ان شاء الله تكونوا موفقين وحظ حلو للجميع، وبشوفكم على خير في فيديو جديد. الى ان نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله.